لكن يحس بالخدمات يعني لما يجي بقى يستخدم هذه الخدمات المقدمة من خلال هذه المنصة بيحس بقى بيعرف الفرق. طبعا هو النهاردة بقى الوضع اختلف. ليه؟ لأن المواطن بيدخل على منصة مصر الرقمية بيسجل مره أو بيسجل نفسه مرة واحدة في الأول. نعم. سجل رقم القومي بتاعه ويختار كلمة سر خاصة بيه. مع أي وقت من خلال كمبيوتر، من خلال اللابتوب، من خلال الجهاز المحمول التليفون، يقدر يدخل يشوف ال 168 خدمة. أنا عايز أجدد ترخيص سيارة، رخصة قيادة، حاجة في التموين، حاجة في التعليم، حاجة في الصحة، حاجة في الزراعة، أدخل أخد الخدمة. طب إحنا بقى هنا كمان ربطنا الخدمات دي بالبنوك، لأن أنت في النهاية أنت هتاخد الخدمة للمقابل. الأول بتروح في الشباك، طب هتدفع مقابل الخدمة إزاي؟ لازم تدفع لإما بطاقة بنكية أيا كان نوعها، أو من خلال بوابات الدفع الإلكتروني الخاصة والحكومية الموجودة في مصر. طب الكلام ده إحنا وفرناه بحاجة اسمها بنقول عليه قنوات متعددة، أومني تشانلز. يعني ممكن معاك بطاقة بنكية، ممكن ما معاكش، تقدر تدفع عن طريق أي بوابة إلكترونية موجودة في مصر، سواء حكومية أو خاصة، أو حتى تدفع وقت استلام الخدمة لو ما معكش حاجة خالص. طيب لو مش عايز هذا الكلام كله، تقدر تروح مراكز تكنولوجية الحكومة عاملاها أو ما يقرب من 5000 مكتب بريد بيقدم نفس الخدمات اللي موجودة على منصة مصر الرقمية للناس كبار السن اللي مش عايز يستعمل تكنولوجيا خالص. صحيح. حابب لسه يروح إيه يتأكد بنفسه في مركز، بس هو ما عندوش كمبيوتر ولا عنده انترنت على موبايله، لا يقدر يروح ياخد نفس الخدمة الرقمية بس من مبنى. طب الكلام ده فايدته في ايه؟ اولا قلل كتير جدا الفساد، لان قضى على التعامل النقدي المباشر ما بين مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة. بقت الحكومة عندها حوكمة للخدمات، مين الخدمات الاكثر شيوعا اللي اقدر انشرها، مين الخدمات اللي فيها عيوب معينة اقدر احسنها. كمان رفع من تصنيف مصر عالميا في مؤشرات التنافسية العالمية، سواء في مجالات تكنولوجيا المعلومات، سواء في مجالات تكنولوجيا الذكاء الصناعي. بنقول قطاع التكنولوجيا المعلومات هو الأكثر نموا. طبعا هو حضرتك فتحت نقطة مهمة جدا، قطاع تكنولوجيا المعلومات بيساهم بحوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي في مصر، اللي هو يقدر ب 477 مليار دولار، ومعدل النمو بتاعه حوالي 17%، وده من أعلى المعدلات النمو في القطاعات الاقتصادية.